Oui, maman. J'arrive. D'accord. D'accord. Au revoir. Il est à Safa. يا صفاء. نعم. بلا كذب، انتي قالتي لها لأمك مشان سافر لعندها؟ صار هذا مغير لون مانيكيوري صح؟ لا مناح. بلا هالحركات، انتي اللي قالتي لها ما هيك؟ نعم تسألي. لأنه فجأة أمك صار بدها يعني سافر لعندها. لا، مو أنا اللي قلت لها. على فكرة إذا مانك مصدقتيني أنا هلا بدق لها وبحكي على سبيكر قدامك. مصدقتك. بس أنا والله انشغل بالي، أمك ليش دقت لي وقالت لي سافر لعندها بسرعة؟ أنا بقلك ليش فوفو؟ ليش؟ لا بصراحة ما بعرف كيف بدي أوصل لك يا. أمك شبه أمك؟ بصراحة بصراحة احكي صفاء لعيتي لي قلبي إيه بصراحة؟ أمك بدها تعمل عملية تجميل، بدها تشد وشها يعني. يعني بدها ترجع لها شي 20 سنة. شلون بقى؟ هلا بصراحة أمك مستحية منك، بدها اياك تكوني مع وقت العملية. هلا هي هيك بدها تساوي؟ ايه قال خايفة عيون أبوك تطلع هيك ولا هيك. أنتِ شو عرفك إنه أمك بدها تعمل عمليات تجميل وليه صفاء؟ آه من أمك. آه يعني هي اتصلت فيكي وقالت لك؟ ايه هي حاكتني. طيب وليش ما حكت معي وقالت لي إلي؟ يعني أنا قلت لك إنه هي مستحية منك. قلت لها تركي فادو حبيبتي هون مستجمة ومبسوطة، أنا بطلع براسي لعندك. إيه وشو قالت لك؟ هي ما رضيت، قال هي بتحبك أنتِ بالذات. تقبريني يا أمي، وأنا كمان كثير بحبها. من شان هيك أختي، بتحملي حالك بكرة أنتِ والمنموخ تبعك، وبتنزلوا بتأكدوا وبتثبتوا حجز الطيارة تقبريني. وما قالت لك إمتى موعد العملية؟ بعد بكرة الساعة 6:30 الصبح بتوقيت جرينتش. أنا رح أقوم بدي أجيب غرض. شيء مو طبيعي يعني كأنه قايمة جلدت راسها وحاططها على خلقتها. بس لو أعرف شو في، بس لو أعرف. يقبرني الحساس. مونا موخ أنا جوعان. بيبي بضل جوعان. فريد ليش كل هالضحك؟ فريد يعني بصراحة منى ماما كل حكيك ضحك بضحك وأنا روح قلبي الضحك لك حتى البقرة الضحكة من العيلة لك والله بزعل منك إذا بضلت تتمسخر على أمي هيك بزعل منك وبتركك هون لحالك وبسافر لحالي. لا سافري لحالك وتتركي. كرمال الله انا ما عاد اتمسخر لا عليكي ولا على امك. ايوه طيب عفوا يعني امك شو خطر على بالها هلا تعمل عمليه تجميل؟ يعني بصراحه وشها حلو مثل وشك تقبشيني. هلا صحيح امي حلوه بس الواحد بيوم من الايام مع مرور الزمن يعني بيجعد وشه بصير لازم يعمل عمليه شد لوشه مشان يصير يعني مثل كانه شباب. يعني هلا مع مرور الزمن ممكن انت يجعد وشك وتروحي تعملي عمليه تجميل؟ يعني يمكن ايه ويمكن لا. لا مالها مصيبة. معقول يمر الزمن ويجعد وشها وتكبر وتروح تعمل لي شي 50 عملية تجميل مثل الفنانات وعارضات الازياء والممثلات ولي تعمل لي عملية تجميل لوشها ولانفها ولخدودها ولا هي فريد شو عم تبرر لحالك؟
يعني بصراحة حبيبتي، يعني أنا عم أقول لحالي أنا عم أقول يعني أنا ما بدي أكي تكبري وتعملي عمليات تجميل لوشك. وليش بقى؟ يعني بصراحة أنا ما بدي أكي تكبري وتصيري ختيارة. إيه بس القصة مو بإيدي حبيبي. إيه لكن بإيد مين؟ يعني إلا ما يجي يوم يجعد وشي وأضطر أعمل عمليات تجميل. شي يا الله، بس أنا ما بدي أكي تكبري وتختيري مثل أمك. حبيبي لو الموضوع بإيدي ببقى صبية هيك كل عمري. يعني إلا ما يجي يوم بدك تعملي لي عملية تجميل؟ قولي مصيبة مصيبة مصيبة. وشو هي المصيبة؟ شوفي منى موغ، اسمعي شو رح أقول لك. احكي، عم بسمعك. أنا مثل ما أخذتك بدي إياكي تضلي بأناقتك وجمالك ونضارتك. إيه وإلا رح أتصرف. وشو بدك تتصرف؟ يمكن تطلع براسي وإزعل. كل شيء إلا زعلك تقبرني منى موغي. نحن لازم نعيد حساباتنا. تعيد حسابات شو؟ حسابات حياتنا منى موغ. هي ما فهمتها، فهمني إياها. ها ها، أنا رح فهمك إياها بالقلم بشرح. يعني حبيبتي أنا أفكر إنه حياتنا تضل شباب بشباب، يعني ما نخلي على قلبنا هم، نروح نجي نطلع ننزل سيارين مسابح ديسكوهات نايت كلاب، يعني هيك يعني نضل حياتنا فرفشة فرفشة بنعنشة بنعنشة وما نضطر يعني إنه نكبر ونختير وبتحتاج العمليات تجميل. كبرني اللي بيفهم هذا الحكي الصح. ومن بكرة من بكرة حنبلش أنا وياكي بهي الحياة الجديدة ورح ننطلق. أنا وافقت. بكال فقت الصبح لقيتهم لابسين، قال شو بدهم يروحوا يشتروا هدايا من السوق لبابا وماما. ليش هلا في سوق؟ لسه ما حدا فتح. لك يا دخيلك يصطفلوا، انا ما صدقت امتى راحوا اكدوا حجز الطياره. قلت لك يصطفلوا. المهم انا بدي اقوم جهز للحفله. حفله شو؟ هزير شو قالوا لي؟ قال بدهم ياني اعمل لهم حفله مطنطني، واذا ما عجبتهم قال رح يضلوا قاعدين عنا. لا دخيلك، ساوي لنا حفله ومطنطني كمان، المهم خلينا نخلص منهم. بدك شي حبيبتي؟ لا الله معك. يلا خاطرك. باي. صباحك يا حلوة. يلا قومي على السريع انتتري لعندي، يلا بنشرب القهوة سوا. والله جد خبرية حلوة. ناطرتك على القهوة. يلا باي مروح حبيبتي. باي. ايه الله يريح قلبك. بتعرفي مروة كنت مفكرتك غير هيك. شلون يعني؟ يعني كنت مفكرتك خربت بيوت. هيك كنتي مفكرتيني؟ لا تزعلي من الصراحة، أنا كتير صريحة، كنت خايفة على جوزي منك. وهلا شو؟ هلا بأمن لك كتير. شوفي صفوة، أنا وقت عرفت معن نساني الدنيا كلها وخلاني أشوف الدنيا هيك حلوة. الله يريحك، فشتيلي قلبي. طيب شو هلا؟ شو يعني؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، انت هلا صرتي مثل اختي. ان شاء الله واعز. صحيح بدي اقول لك، نحن المساء عاملين حفله. حفله شو؟ حفله مشان نودع فريد وفاديه، بدهم يرجعوا على فرنسا، بس بدي اياكي تجي تسهري معنا. خلص. شو ما بدك. يلا.
حلوة لا تقلوني حلوة والله العظيم أنا كلمني كانت حلوة. تسمعوا واحدة تانية قال كان في مرة واحد اثنين ثلاثة فاتوا على المطعم طلعوا ثلاثة اثنين واحد يا حزركم ليش؟ ليه؟ أكلوا مقلوبة. حلوة حلوة لا تقلوني حلوة. تسمعوا واحدة كمان؟ يلا كمان واحدة. قال كان في مرة بياع شاي ولدت مرته جابت له طفل. حلوة حلوة لا تقلوني حلوة حلوة عن جد حلوة أنا كل نكتي حلوة صح عمي؟ العقل والله. اسمعوا كمان؟ ايه كان في مرة لحام قاعد هيك بنص الليل اجت لعنده مرته قالت له حبيبي ليش ما بتغازلني؟ عم طلع فيها هيك قال لها أنا ليكي وانتي ليا. حلوة حلوة العدايين لي كمان حلوة 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 أنا كل نكتي حلوة أنا بضحك يا مو معقول شو ظريف. حبيب تعديل حبيبي حلوة حلوة بتطير العقل عسل قشطة حليب زبدة جبنة لبن قلك شغلة انت البقرة كلها. حلوة 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 كتير يعني هلا انت انت مروة هل انا شايفة مسلسل بالدراما السورية صح صح حتى كمان في هاي تبع كمان شايف انا هي بالتلفزيون يا الله انا حفيظ مسلسلات لا واضح واضح مهضوم كثير انت صح بقرة بقرة هو شو عديل عديل عفوا يعني تحبيني احبك يعني تقولي لي حاجه اقول لك كل حاجه بوسي ايدك وشي ودقن يعني لو 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 طلعتي فيكي هي كمان انا شايفه بفيلم وحياة الله أحلى عديل نبلش؟ أحلى عديل بشرفي كل هالجو اللي عم بعمله أنا كرمالك على قد ما أنا مشتاق لك وحابك عم تعرف أنت قديش أنا بحبك كمان يا عديلي حبيب قلبي حبيبي حبيبي شو رأيكم نبلش السهر اليوم؟ نرقص نحضر لكم كوكتيل أغاني بيطيروا العقل موافقين؟ موافقين موافقين محلاكم ما توافوا فريد فريد صفوان فريد فريد فادي أنا من إمتى هيك؟ من وقت ما خسرت بالبورصة تذكرت
قد ايه صار لك عم تتعاملي معي على هذا الاساس؟ من وقتها؟ طيب كانوا يشتغلوا عندي كانوا ينادوني اللورد، اللي كانت كلمتي ما تصير عندهم تنتين وينون؟ عم بسألك جاوبيني. طيب أهلي وينون؟ أخواتي رفاتي هالفترة اللي أنا فيها هيك وانتي بتحملتيني. وانتي صابرة علي. كل هالفترة والناس مفكرين إن أنا واحد أجدب ومجنون. والله العظيم أنا مالي أجدب، أنا مالي أجدب، أنا مالي أجدب. أنا من بعد ما خسرت بالبورصة وخسرت العز والجاه والأبلاك صرت واحد عادي، واحد يطلع علي على إني إنسان تافه، إنسان ولا شي بهالحياة. قررت إني أعمل إذن من طين وإذن من عجين مشان ما أسمع شي ولا أشوف شي. قررت إني أعيش هيك. فادي أنا ما عم بقدر أعبر لك عن شكري إليك إنك وقفتي معي كل هالفترة. أنا كنت بحبك، كنت بحبك، هلا أنا بحبك كتير ولكي لازم يعرفوا انه انا مالي اجدب، انه انا فريد، فريد اللورد الرجال يلي رح يرجع من اول وجديد، يوقف على رجليه ويعوضك عن كل الايام المره اللي عشتيها معي. رح استقلك انا كثير يا فادو، وانت كمان صهري. ونحن كمان رح نستقلك. كان نفسي وضعه لممدوح واعتذر منه عن اي اساءه بدرت مني اتجاهكم. سلمي لي عليه كثير وقولي له انه فريد ممنون كثير لانه استقبلني عنده بالبيت. امانه بيوصل السلام. ولا يهمك، الله يسلمك صهري. وعلى فكره هو بيعتذر لانه جاء شغل كثير ضروري وطلع، وانا كثير انبسطت بوجودكم معنا وماني متمنيه انكم تسافروا. ولا يهمك، ما في مشكله. ايه انتي مانك ناوي تزورينا؟ ما اشتقتي لامك وابوكي؟ بلا، وان شاء الله هلا عن قريب انا رح اسافر عندكم. مون امور؟ شو؟ شو ها؟ تيكون؟ يلا يا جماعة نحن لازم نمشي. اوكي؟ اوكي يلا.
يا الله شو رح استفد لك يا فاضل؟ قلت يا فريد قديش كنت أظرف إنك تعودت عليك وعلى نهفاتك يا فريد ولقلبك الطيب يا فادو. يا ربي ليش هيك الأشخاص الطيبين والأظراف بيروحوا والسيئين بيضلوا؟ يلا الحمد لله على كل شيء، المهم يكونوا بخير وسلامة ومبسوطين. الحمد لله يا ربي، الشغلتين اللي جيتي من شان يا فهد وثارو، الله رجع لك حقك بالمعمل ورجع لجوزك عقله. ألف الحمد.